إلا كنت تاجر أو حرفي كتصرح بالأرباح ديالك، أو صاحب مهنة حرة، أو كتنتمي للفئات اللي مشمولة بتأميم التغطية الصحية، خاصك تعرف باللي اليوم ولا من حقك وواجب عليك تسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستافد حتى انت من التأمين الإجباري على المرض، وهكذا غتحمي راسك ووليداتك والزوجة ديالك. مثلا في حالة إلا مشيتي انت ولا شي حد من عائلتك عند طبيب أو السبيطار ولا شي كلينيك وشريتي الدواء أو درتي التحاليل أو الراديو، التأمين الإجباري على المرض كيعوضك وكيتحمل جزء من المصاريف، وفي بعض الحالات كيتحمل جميع مصاريف العلاج، وهادشي كله غير بمساهمة بسيطة. إيوا أشنو كتسنى مازال؟ موعدنا إذن على بوابة مصانة سيس بوايمة أو في مكاتب القرب المعتمدة.